ولا الوسطاء اللي يكون فيه اسيونس يعني وكاله التامين مثل 64% و 32% يعني وحاليا يضم سوق التامين الجزائري 25 من شركه التامين 2 مليار دولار. الكثافه التامينيه تطرقنا هذا اليوم لدراسة كل المخاطر التي ممكن أن تحدق بالشركات الاقتصادية ومساعدتها على التقليل من هذه الوقاية أولا من هذه المخاطر، ثم ثانيا التقليل منها، محاولة مفادتها التقليل منها، وكذلك التعويض إن وجب الأمر وإن تحقق الخطر.